رجعنا نتواصل وياكم مشاهدينا، والحين مثل ما انتم عارفين راح يكون معانا ابطال مسرحيه جوزة وشنو والاميره جوزة قاعدين ساعه انا وحصه نتفاهم على الموضوع. اذا قلت 10 مرات اعطيك 10 دنانير. جوزة مو الاميره، هم غلط. شريره كنا. لا الشريره ولا الاميره؟ شريره شريره يعني. شلنا اكيد راح نبي ابطال هذه المسرحيه نواف نجم والفنانه شوق، حياكم الله. الله يحييك. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أزف أسمع آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو ولي عهده والشعب الكويتي الكريم والأمة الإسلامية كلها، بعيد الفطر إن شاء الله مبارك، ومشكورين على استضافتكم لنا. نورينا أنتو، كل عام وانتم بخير وعود عليكم بالصحة والعافية. كل عام وانتم بخير ومبارك عليكم ما تبقى من الشهر ويعطيكم العافية. وإذا قلتوا اسم المسرحية مالتنا 10 مرات راح أعطيش دوري. ذكرتيني بطتنا بطت بطن بطتكم. لا هذه مستحيل أقولها، مستحيل أقولها. صعب اليهال شلون بيقولونهم هاي مسرحية أطفال. والشريرة زوزة بس سهالات. اكيد يعني انت جوزة صار جوزة. بتسولفون شو يا ما تبي تسولف؟ هم بعد ما تبي تسولف الحين وياهم، لان بروح مع نواف نجم الفنانه حياه الفهد، لان مشارك في مسلسل اكيد بيعه النخي الفنانه القديره حياه الفهد كانت معانا في غبقه وزير الاعلام، وكنتي موجوده هناك لكن ما سويتي معاها اللقاء. انا مستغربه ان قالوا لي ان الحين في لقاء حق الفنانه القديره ام سوزان حياه الفهد، وانا وايد زعلت. اكيد الاستاذ قاسم عبد القادر هو انا كنت هناك. أنا المصيبة إني كنت موجودة، ما قال لي تعالي قابلي أم سوزان. شفت شلون؟ لكن إحنا هذا المقابلة حصري حقه، بس يستاهل بعمر. أكيد يستاهل بعمر. راح نشوف هذا اللقاء مع الفنانة القديرة حياة الفهد. معانا الفنانة الكبيرة والأستاذة وبياعة نخي هالسنة اللي دائما تتحفنا بأعمالها الرمضانية الجميلة اللي ما حد يقدر عليها. ما نشكر الدعسة. الله يسلمك، الله يخليك، طول عمرك. كم صح النخي وصل؟ ملايين. الحمد لله رب العالمين. شلون ردت فعل حسيتي فيها؟ الحمد لله الحمد لله، يعني شيء يثلج الصدر ويفرح وعطاني دافع وقوة أكثر وأكبر من الأول. وهم سمعناك بالإذاعة ويا عبد الحسين مبدعة في الفنان كذا عبد الحسين. حلام سرازير. حلام سرازير. زين بعد هذا شنو عندك إن شاء الله العمل؟ والله عندي كذا عمل الحين، حاط عيني على واحد منهم. وإن شاء الله يا رب نستعد فيه حق رمضان القادم. لايت كوميدي ولا عمل؟ لا لايت كوميدي. مع أبو عدنان إن شاء الله توقع؟ لا لا كان زين. والله بدعتي وشرفتينا، وإن شاء الله نشوفك. أنت أدري ما تحبين اللايف تحبين تسجيل، فإن شاء الله نسجل لك لأن أنت أستاذة. يا الله بحيل الله. تسلم. كلمة حق مشاهدين طبقة رمضانية بس. كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك، وإن شاء الله يا رب كنت ضيفة خفيفة عليكم، وأنا أوعدكم إني بإذن الله راح أقدم لكم دائما الأفضل. شكرا لكم حبايبي كلكم، شكرا. انت اليوم شرير، انت مو شرير لا، يعني انت بالمسلسل وايد زين، بس طردت اليوم الفنانه القديره مريم الصالح. اي بس خلاص بعد ما اقدر استحمل اكثر من كذي، خلاص قلت لهم يا ابو عابله وبامكم وبنتكم بس القفها والقفها والله ياخذك والله تطيح حظك، وهذا شنو ما خلى الدعوه ما دعت علي. مبدع نواف في مسلسل بيعه النخي، وايضا تحيه استاذه ام سوزان ما قصرت الصراحه ابدعت. صحيح، ودائما يعني هذا اللقاء الحصري كان مع الاستاذ قاسم عبد القادر. دائما الحصري عند ابو عمر. نعم، الفنانه سوزان نورت ويانا في غبقتنا الرمضانيه. راح نتكلم بعد وياك نواف عن الوجه المستعار، لكن بنروح حق الفنانه شوق اللي ما كان لها عمل في هذا الشهر للاسف، واللي بعد اخر لقاء كان وياي في ليالي الكويت تذكرين شوق؟ نعم. بعدها بكم يوم سمعنا عن الحادث اللي اصابك، ونقول لك الحمد لله على السلامه وما تشوفين شر. قبضت عليك ولا ايش؟ الحمد لله على كل حال. طبعا كان في عمل، كنت موقعة على عمل وجهزت له من كل شيء، وكان كاركتر ممكن لأول مرة بحياتي راح أقدمه وما راح أقدم بعده، يعني كاركتر كانوا بيكبروني يمكن 25 سنة، اللهجة كان كلش غير. قبل تصويري بيومين كان أسوي الحادث، الحين انت قاعد تنزفين، اقول لا تكوا على المخرج، قولوا له انا سويت حادث.
والحمد لله رب العالمين كان موجود. تم هذا العمل ولا بعد؟ اختاروا فنانة ثانية عساس ينقذون الموقف، يعني لأن الحادث مالي صار صدمة بالنسبة حق الكل، حق أهلي، حق الثلاث أرباع اللي بالوسط الفني، الصحفيين، يعني ما أدري وادي انتشر الخبر فجأة، يعني بعد الحادث بساعة ونص طرش لي واحد من الصحفيين الله يذكره بالخير سلامتك، أنا في ناس قالوا لي إن أنتي في المستشفى مسوية حادث وكذي، فالحمد لله كاني يعني أنا رديت مرة ثانية وقاعد أشتغل مسرحية الحين معوضة إن شاء الله، والأيام الجاية تكون أحسن وأحسن. بس قالوا إنك مسوية تجميل، أنا أشوف مو مسوية تجميل. لا والله مو مسوية، خشمي للحين عوي بس بسوي إن شاء الله، لأن مو مرتاحة حتى لما أتكلم مو قاعد نسم عدل، لما أنام أقعد مختنقة. هذا من آثار الحادث؟ من آثار الحادث، لأن كله تبطل وثلاث أرباع اللي بالمستشفى ما قبلوا حالتي إنه يخيطون يعني الجرح، فاضطروا إنه يجيبوا لي دكتور من المستشفى زين، لأن حالتي كلش كانت تعبانة وريلي كان فيها كسر تسع براغي ما تشوفين الحمد لله. الحمد لله على كل حال، مو زعلانة، قضاء الله وقدره والحمد لله. هذه فقرة مع عبد الله يا ويلك. أرض يا ويلك مشكلة هذه الليالي الكويت أكيد أنت مبدعة، وأن مثل ما افتقدناك في هذا الشهر يمكن راجع إن شاء الله برمضان مع مسرحيتنا إن شاء الله بالعيد. إن شاء الله إن شاء الله يا رب، دور حلو ودور جوزة بس خفوا عليها استعراض ما استعراض أكيد، يعني أي خفون علي مطقوقة من أول مسرحية لآخر المسرحية. شوفت مساعد باي نخضي دوري يعني أنا ودي بس لما تحسين إنه خلاص آخر شيء بتصيرين أميرة وبتلبسين التاج وبتتزوجين. منو سويت أمير؟ أنت. فالحمد لله ردتي يعني صدق يعني زعلت وتضايقت وكذي، بس لما شفت الناس اللي أسوأ مني من بعد الحوادث قلت لا أنا وايد أحسن منهم. أنا ما ودي أتكلم وايد عن الحادث، بس يمكن مثل هالظروف دائما تخلي الفنان يشوف منو يوقف معاه من الفنانين. منو تذكرين من الفنانين وقفوا معاك وسألوا عنك ولا؟ وايد كلهم يعني مشكورة حبيبتي على هالسؤال بالدمع عيوني. ما أدري صدمت يعني حسيت إن صدق لي قيمة يعني بين زملائي بين ربعي. محمد الحملي وجه له التحية، يعني لما سمعني أنا قاعد أصرخ كنت أتألم من ريلي، طاح برا عند الباب أغمى عليه، حاشة هبوط. وأبوي الفنان داود حسين يعني عاتني سماح، منى شداد، وايد فنانين يوني، يعني سمحوا لي أنا إذا نسيت اسم أحد، بس فعلا حسيت إن أنا غالية. جينا أنا وإحنا يوم رحنا ثلاثة قالوا طلعت شفت الشهر تكبر إيه ما رايح آخر واحد بعد المسرحية. فالحمد لله يعني، والناس اللي ما يوني طبعا ما راح أقتنع بكلمة إن أنا ما سمعت، هذه ما راح أقتنع فيها نهائيا، بس بنفس الوقت ما راح أزعل منهم. كنا مسامحينهم عاد الحين شهر رمضان وتسامحينهم أكيد. إيه ما راح أزعل، بالعكس كاني أنا قمت وممكن إني أشتغل معاهم أعمال، بس تكون شوية يعني تحز بالخاطر. تحز بالخاطر. هو الواحد في هالمواقف يعرف منو الإنسان اللي قدره ويكون قريب منه أكثر من أي شخص ثاني، يعني أنا أقرب إنسان بين معادن الناس. أقرب إنسان لي اللي هو ولدي 10 أيام نومتي في المستشفى، ما خليته يطب المستشفى. ليش؟ ما خليته يطب المستشفى. لأن أنا دائماً معودتها أن أمك قوية، أمك يعني هي الأم وهي الأبو وهي كل شيء، ما حبيت يشوفني في حالة أن أنا وايد تعبانة. الحمد لله على سلامتك يعني ما تشوفين شر، وإن شاء الله الأعمال اللي طافتك أنت معوضة، وإن شاء الله من نجاح لنجاح يا رب. إن شاء الله يا رب. بس ما نبي يضيق خلقنا عاد وايد. تأثر نواف شوفه قاعد والله خلاص نقعد خلع عبره. خلنا نطلع لك نواف أرد مريم صالح مرة ثانية خلاص راضية. أكثر خاطرك الحين نواف، يمكن أبدأت في مسلسل الوجه المستعار بعد، كلمنا شوي عن هذا المسلسل وأصداء اليوم خاصة وصلنا حلقة 21. هذا المسلسل أنا وايد أحبه كستاف كإخراج، وأبي أقول يعني كلمة شكرا حق المؤلف والمنتج حمد بدر اللي أعطاني هالفرصة وحملني هالمسؤولية، وإن شاء الله قدرت أن أكون على حسن ظنه. يعني
ومعي استاذ حسين المنصور ما قصر، واقف معي وقفه اخو وقفه ابو. انا احب هالمسلسل ما ادري ليش يعني. اكثر من بيعه النخي ولا اكثر من بيعه النخي؟ اتوقع الطابع مختلف يعني. بيعه النخي تراثي ولا حبكه مختلفه عن المودرن وكذي وتراجيدي وغير يعني، خط مختلف يعني. اللي يشوفني هني مختلف نهائيا اللي يشوفني هني، شخصيه ثانيه مغايره يعني. انا قايل ان كل سنه انا اشتغل عمل واحد بس حق رمضان. صحيح. السنه هاي اشتغلت عملين لانهم مختلفين عن بعض. انا قايل كل سنه انزل عمل واحد بس هو يكون ماستر لي. هسه نزلت عملين لانهم وايد مختلفين واثنيناتهم حبيتهم، بس وجه مستعار وايد قريب لي. ما شاء الله ناجح يعني، مثل انا ذاك اليوم قلت ما شاء الله صغار وكبار متابعينه يعني ومستمتعين. في غموض، ما زال في غموض للحين، في سر ما حد عارفه. صح، للحين في ناس قاعد ينتقدون شيء هم مو عارفين شنو يعني قاعد ينتقدونه. هذا ترى متعمد يعني، في ناس شيء يترتب عليه. اي في شيء مترتب عليه. كلهم عادي يقولون وناس وهذا قاعد يعني في شيء مترتب عليه يعني. شنو هو يعني الوجه المستعار؟ في ناس قالوا ايش دعوه كذي بواريك. صحيح. في شيء مترتب على البواريك. السر هذه في بالبواريك نفسها. اي في شيء مترتب على البواريك. ايه. في حبكه فعشان كذي يعني. زين هم انت بعد يقولون عنك مسوي تكميم؟ منو؟ باي باس. مسوين تكميم ولا؟ تكميم؟ سويت؟ باي باس. تكميم غير تكميم ولا تحويل مسار؟ هذا شيء؟ اي والله ما ادري شو التكميم. لا شنو ضعفت ما شاء الله. دشيت نادي وجابت عمري. بس ضعفت وايد. وبعد ابي صعب رمضان واحد يعني يحافظ إيه؟ يمكن والله والله صعب وايد صعب. صعب مع الاشياء الحلوه والجيمات مو شيء الحلو الفطور نفسه روحه موضوع ثاني. انا بعد الفطور على طول نادي، على طول النادي يحتار ما ادري ايش يحرق. اي والله ايش يحرق؟ ايش اخلي؟ ايش يحرق؟ بس شوف قطتها عليك شوقي، هي كانت اول فنانه ترى تسوي هالعمليه. اي والله انا صراحه اول فنانه بالوسط الفني سويت الباي باس، وما انصح اي بنت في العالم تسويها. ليش؟ لان وايد فيها اضرار، ومو حق وزن 84 كيلو. انا كنت 84 كيلو بس لان انا وايد طويله فكان مبين عليك. اضطريت اني اسويها عشان صحتي مو عشان مثلا تمثيل، بالعكس كانوا يقولوا لي دمك كان خفيف اكثر من لما ضعفتي. فما انصحي بنت تسويها يعني الباي باس، اصلا منعت من الكويت. وانت حلوه بكل حالاتك شوق، سواء كنت حياتي انت بس يعني هلكم متى تطولين يعني؟ انا على سالفه كم طولك؟ ترى المشاهدين بالشاشه ما يحسون يعني معنوياتها، ترى حق معنوياتي صح؟ كم طولك؟ من بعد الحادث بديت تو امشي، كان يحق رفيجاتي طبعا اوجه لهم اكبر تحيه، رفيجاتي اللي قاموا فيني قومه اكثر من خواتي طبعا، هم اكثر من 13 14 وحده كانوا يتناوبون. بديت امشي كان اقول لهم لحقوا علي، يقول ايش فيك فيك؟ قلت لهم ريل اطول من ريل، مستحيل شلون ريل اطول من ريل؟ شو قلت يا نيتي؟ يمكن زايدين لك برغي زياده فطايل ما تسعى بعد شي يزيدون. كم طولك؟ انت ما جاوبت شيء من هذا. اذا قلتوا لي كم طولي ما راح يزوجني بالمسرحيه. كم طولك؟ لا انا ما يهمني الطول، اهم شيء الاخلاق. كم طولك؟ ما قلنا الوزن شوك ترى عن الطول الحين. اي 149. وثمانين طولك؟ لا اطول. 150؟ لا اطول. لا والله اطول. 151؟ لا شوي اطول. 154 بعد الحادث احنا مو قبل، بعد الحادث اقل يعني. انا كل سنه انقص ساعتي. ترى صدق المعلومه كنا مع تقدم العمر الواحد. لا ايش دعوه لا. بس انت شباب يعني. طولي مو يعني بتيتا يعني بتيتا. انزين بنشوق. دائما خافي من القصار يعني، يكونون قراب من الشيطان. فاشياء يعني صعبين. والله الشيطان يخاف منا صراحه. نبي نطلع شوي من هالموضوع، نتكلم عن المسرحيه شوي اكثر، نشوق المشاهدين الاطفال اللي راح يكونون، منو الابطال اللي راح يكونون معاكم بالمسرحيه؟ تفضلي. تفضل طال عمرك. تفضل. لا انت الامير. اوكي. الامير طال عمرك. مسرحيه جوزه والشريره زوزه. زوزه ولا يهمك. شاركني في بطولتها الاستاذه القديره شوق. الله يسلمك. والاستاذه زهره الخرجي والاستاذه غاده السني. والاستاذ نواف النجم. والاستاذه ساره القبوندي من يعني جيل الشباب. اي ساره القبوندي ودانا، ومعنا مجموعه شباب يدد ماخذين ادوار كاركترات، كلهم كاركترات كذي اللي هو
اللي ماخذ دوب، اللي ماخذ يعني انا قاعد اشوف حتى المكياج والطريقه في استعراضيه هي اكثر وايد وايد فيها شو، فيها فيها اغاني، فيها مفاجاه، فيها كل شيء. يعني راح تغنين شوق ان شاء الله بالمسرحيه؟ راح اغني بس مو بصوتي اكيد، يعني عشان اللي هلا ينحاشون كلش مو بصوتي. والقصه ماخوذه من ثلاث قصص تقريبا عالميه، خذينا الحبكه مال ثلاث قصص وحطيناهم قصه واحده وربطناهم ببعض ودمجناهم حطيناهم قصه واحده، فصار عندنا رساله ومشكله وخير وشر وابهار حق الجمهور حق الاطفال كلهم. يعني احنا نحاكي الاطفال الصغار، يعني كانك تطلعين من قصه تدشين بقصه ثانيه، تطلعين من قصه تدشين بقصه، تقول ها كنا قصه كذي كذي، لا 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 يعني صار شيء ثاني. واخر شيء انا اللي شي. ماكلتها يعني جوزه بس بلبسنا تحتاجها اسامي كذا صعبه. اخر شيء راح البس تاج يا حبيبي، راح يلبس الحقبه القديمه، الحقبه القديمه. زين يمكن تميزتوا نواف وشوق انكم شاركتوا مع عمالقه الفن بالكويت من بدايتكم، من بدايتكم نعم. في جميع يعني اكثر من مسلسل، شنو تعلمتوا منهم؟ كانت بدايتك قناص خيطان صح؟ قناص خيطان صح. مع الفنان عبد الحسين عبد الرضا، ف يعني وايد صعب. الحين عندك بعد مسرحيه، انا ما ادري ايش اقول لكم، يعني قناص خيطان كانت اول مسرحيه لي، اول وقفه، اول وقفه لي على خشبه مسرح، اول تمثيل لي يعني امثل. يعني انا بسالكم يعني هل هذا من حسن حظي ولا من سوء حظي؟ سوء حظك كان الدور اللي كنت ماخذه من سوء حظك. بالعكس الدور رساله هادفه فئه من مجتمعنا. لا في 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 اكيد اكيد يعني هذا الشيء موجود بالنهايه. لا نهايه بس من سوء حظي ان انا اول مره امثل. بس من حسن حظك العمالقه اللي موجودين. العمالقه اكيد، بس انت اول مره تجيبني تحطني قدام العمالقه. عبد الله كنا نضغطك شويه. ما عليه خلص البرنامج. لا اكيد متميز نواف، يعني ما ابي امدحك الحين قدام الشاشه، وهالدور علم عند يعني كل المشاهدين كل اللي تابعوا. لا الحين معلم ماشي موضوعهم خلصنا عاد مسلسل عاد مسرحيه. حتى استفدت ما شاء الله بالبدايه مثلتي مع كبار الفنانين. الحمد لله يعني هذا شرف كبير، هذا حظ ينعد اكيد. اعد لك منو؟ ام طلال، ام سوزان، طبعا امهات يعلمونك يعني اساس الفن صح. ما ادري ما ادري تنحرجين ما يحسسونك ان هم يعني ان انا صار لي باع طويل، لا تجي تقول لك انا فنانه نفس يعني قولي لا تخافي مني لا تنحرجين لا يعني لا تصيبك الربكه. شلون ما استانس؟ شلون ما احس اني لا خلاص انا وصلت، اعتبر نفسي ان انا وصلت. واكيد اكون محظوظه ان انا امثل مع هالنجوم الكبار ويكون لي اسم بينهم، شيء كبير طبعا. اكيد تستاهلون كل تقدير يعني ما شاء الله. لما كانوا اذا بيقولوا لنا شيء ملاحظه او بيوجهونا او شيء ما يشوفون نفسهم يعني انهم كبار واحنا صغار. مثلا يعني تعال شلون يعني تعال يمه امي قول كذي 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 عشان انا اقول عنك كذي كذي. لا انا عندي مشكله يعني حتى الطريقه شنو انا عندي، لا انا اتعمد اغلط عشان يصلحون علشان يقولوا لي شو اسمه، ممكن هي وجهه نظرها غير عن اللي انا بسويه. اكيد ابدعتي. لا يمه سوي كذا سوي كذا يعني وعلمت هالادوار. أم سوزان، يمكن ام سوزان يعني بقول لها انت شنو ابداع ابداع حنونه طيبه العمه كل شيء كل شيء في اللوكيشن الابتسامه من هنا لهنا ما شاء الله. ما عندها أكيد. هذا كومبارس ولا هذا نجم اول ولا هذا ما عندها كل حتى طلال يعني يعطيهم العافيه ويعطيهم طول العمر ان شاء الله. والله يعطيهم الصحه والعافيه. يعطيكم العافيه بعد نورتونا باللقاء وصلنا معاكم يعني الى الختام. هاي كادرة تطلع تبون منا شيء قبل لا انحاش نواف حاطني ببالك وين بتروح؟ اي يعطيكم العافيه نورتونا. الله يعافيكم وكل عام وانتم بالف خير. مشكور اشكر انا بالنسبه لي اشكر مشعل عجيل وعبير هيرسكتش على اللوك. يعطيكم العافيه. اشوفكم حلقه باكر فما ادري.